مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم واهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية. رفضا باتا ادخال المدارس التقنيه التكنولوجيه في منظومه امد مثلها مثل مدارس مهندس مازونير. ارفض رفضا باتا ادخال المدارس التقنيه التكنولوجيه في منظومه امد. فبيدي الان الحق ان اقرر في حذف هذه الاجازه واعادتها لما كانت عليه. هذا امر مطروح، هذا امر مش يتم، اذا كان مش يتم يتم الا بعد استشاره وطنيه ولا بعد دراسه. مازلنا خاف بتاع إشاعة، فلان إشاعة وذاك يطلع إشاعة إشاعة به إشاعة لون المنشور اللي هبط لبني لغوب عدد 87 موجود في الإدارة العامة وموجود في دار ليزر. هذايا المنشور يدل بشوية بشوية إنه باش يرجع لك ليزر فورماسيون نفهموه أحنا، وإن شاء الله من بعد تم رجال قانون باش تهم المنشور كم يكون على خاطر أحنا لأن رجال قانون ما حد شيء، ولكن نفهموا أحنا الواحد في تظاهر لازم تبدا الكيس بالعام، لازم تبدا مدير ديال في الكوميديا، خلت المنشور هذه في تظاهر في الكلام. من الاول طلقة اللي يحب يخليه يصير مدير سكرة في كل ديبارتمنت مدير معناها كل الديبارتمنت مدير معناها يقيمك يا بإكزاما يا كونترول كونتيني معناها سي سي، شو اللي يحب يعمل؟ يحب يرجع لك انه تولي البراتيك اكثر من التيوريك. بلوز ليس مدير كانت تولي دو مدير ولا تروا مديرة كهو ما لا يقول لك ايه بشوي بشوي المتيرة زي اوبسيون زيدة نحن المتيرة زي زيدة نحن المتيرة يحب يخليه في برانسيبال وش يعمل لك هاد البرانسيبال الكل يلمه في متير واحد ومن بعد يقيمك كيف كيف يا بك زمان كنترول كونتينيوز وينزلك عطي فيه بقوا يا عطي فيه السيد يحب يرتب براتيك اكثر يبدو فيه انت وليت براتيك يرتب اكثر معناها ما تبيش تعمل لا باش تعمل الجنيورال لا ماستير لا حد شيء باش تخمم في الخدمه. انا انسان فارغ في مخي تيوريك ما عنديش معناها مانيش انسان ما استعدتش نكمل مانيش مؤهل باش نكمل القرايه ولازم يخلينا راه تحكي لنفي ما يخلقناش راه خليك تحكي لنفي ولازم يبدل لك العقليه وفوق القرايه هذيك المشكل ويبدو فيه تبدل في القرايه من داخل وعدك وعدك نمشي انا اللي نصاب نهز شهادتي ولا انا نبيكي ما حكينا بيها خليني ولا ما تخليني ولكن عندي الحق باش نكمل نقل وطبق لي انا نبيكم انتو عندي الحق في المصير اليميناسيون فيه باش تقول لي فيها اليميناسيون اليميناسيون علاش ما يهبطوهاش داخل ما يهبطوهاش انا خاطر باش نعمل لك كونترول باش خاطر انا نحب الكونترول وصابت اليميناسيون ولكن اليميناسيون كيف صابت صابت الكلون على خاطر عمك اللي عرفت الاليميناسيون يحسبوا حجر راهو يحسب بعض الاليميناسيون براسه قانون واحد تحسب الاليميناسيون وتعطيني سيسيون كونترول والاليميناسيون كما يهبطها للانجليزي مش تعمل لي واحدة في الاليميناسيون غير ساعة ولا ساعتين تنحي الكل هذه المشكلة والكونترول لازم يحكي لك الناس فيه والكونترول يحكي لك بلغة عندك 20% مش حساب الاجور هذه جي ما تجيش بوجهك ودك فيه يساوي كذا يصير عمرك تساوي كثير. صحيح ولا ليه؟ بس بيع الحي من اللي حكوا فيه. شنو الحق اللي عنده بدر؟ والله تبرير حب المذكره راه هذايا قول لي عايشين في الندرات. الإضراب المفتوح سيتواصل حسب الطلبة في عدد من معاهد الدراسة التكنولوجية إلى حين زوال أسبابه.